أبو زيد من تونس يسأل عن ما هي الطريقة الأمثل في التعامل مع أهل البدع؟ أولا فيما يتعلق بأهل البدع الذين لهم حق الإسلام وحق الشهادتين، ينبغي أن نستصحب أولا الأصل العظيم والركن الركين في حق المسلم في إسلامه قبل أن ننظر في الموضوع الطارئ، وهو مثلا الهجر والمقاطعة والمفاصلة ونحو ذلك، وهذا كثيرا ما ينسى. صحيح. فالأصل الأصيل والركن الركين أن هذا مسلم ما دام يشهد الشهادتين ظاهرا، وليس عندك ما يدل على ارتكابه المكفر، ولم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها كما يقول أهل العلم. فالأصل فيه الإسلام حتى وإن أتى بكثير من البدع المغلظة، وهذا الذي عليها أئمة الإسلام. مثلا الإمام أحمد رحمه الله يروي عن ابن تيمية، يذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يكفر الجهمية الذين أتوا بمقالات شنيعة في مسائل العقيدة، ومع ذلك كان لا يكفر علماء ذلك الوقت الذين كانوا يحرضون السلطان على الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وكان هناك عمل ممنهج في الدعوة إلى هذه البدعة وقطع أرزاق أصحابها وملاحقتهم من أجل انتحال هذه البدعة، وهي بدع الجهمية بأنواعها، ومع ذلك ما كفر، وهي من البدع المغلظة، بل صلى خلف العلماء الذين كانوا يصلون ذلك الوقت، وصلى خلف الخليفة الذي كان يصلي بالناس في ذلك الوقت، صلى خلفهم، ولو كانت الصلاة باطلة لما صلى، أو كانوا كفارا لما صلى خلفهم. هذا أمر واضح وظاهر في عمل الصحابة وهدي الأئمة رحمة الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. فلذلك الأصل الأصيل هو استبقاء أصل حق الشهادتين وحق الإسلام. ثم بعد ذلك إذا أتى ببدعة، سواء بدعة عملية أو أتى ببدعة عقدية مثل بدع الجهمية أو بدع بقية الفرق الأخرى كالمعتزلة ونحوها، بدع مغلظة، وبعضها يرى أهل السنة ويكاد أن يجمع على أنها كفر بالله عز وجل. فإذا أتى بهذه البدع سواء مغلظة أو غير مغلظة، ننظر في حاله. إذا كان الهجر سوف يصلح من حاله فيكون الهجر مشروعا، لأن الهجر ما شرع لذاته. فإذا كان الهجر لن يصلح من حاله فلا يشرع فيه الهجر. وهذا الكلام بالضبط هو نص الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى في التعامل مع البدع. جميل. وأنه لا يهجر إلا إذا كان أثر الهجر سيكون له أثر واضح في منعه من بدعته. أما إذا لم يكن له أثر في ذلك فلا تفعل. لكن أيضا يختلف الزمان كما يقول ابن تيمية، ويختلف المكان، وتختلف الأحوال، ويختلف الأشخاص. يأتي إنسان يأتي بدعة مغلظة في بلد كله سنة مثلا، هذا يعامل بطريقة مختلفة، لأن هذا يؤدي إلى انتشار البدعة. لكن تكون أنت في بلد يغلب عليها البدع، فإذا كنت أنت في مجتمع تكثر في هذه البدعة تتعامل بطريقة مختلفة. الإمام أحمد كان يشن على البدع في بغداد، لأنها كانت هي فيها كثرة في الحنابلة وأهل السنة. جميل. ولكن لما ذكر خراسان وأهل السنة فيها وكانوا أقلية، قال ليصانعوهم لا يقون بالجهمية. شوف، لاحظ الفرق بين الأمرين. جميل. فالإنسان يأتي إلى مكان تكثر تفشو فيه بدعة معينة، ثم يقوم بمقاطعة الناس كلهم، قريبه وجاره ونسيبه ومن حولهم وزملائه في العمل، وهذا خطأ. ولذلك فرق الإمام أحمد رحمه الله بين الحالين. جميل. فننتبه إلى مثل هذه القواعد في التعامل في مثل هذه المسائل. وفي أخطاء ذكرها ابن تيمية رحمه الله في أخطاء بعض المستنة والمتسننة في التعامل مع البدع، باختلاف البدع العملي والاعتقادي والمغلظ وغير المغلظ، واختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال والأمكان والأمكنة. كل هذه فصلها ابن تيمية رحمه الله، وذكرت جميع مقالاته تلك في كتيب لي اسمه منهجية التعامل مع المخالفين. جميل. وهو موجود على الشبكة. نعم. أحسن الله إليك شيخ، افتح عليك.